قتل شخص وأصيب 11 آخرون في منطقة داغستان بجنوب روسيا في هجوم مسلح على مجموعة من السائحين. وأضاف مسؤول بوزارة الصحة الروسية إن 4 من المصابين في حالة خطيرة ويتلقون العلاج. تتكرر التفجيرات والهجمات بالأسلحة النارية في منطقة داغستان التي تقع في شمال القوقاز، حيث تكافح موسكو إسلاميين متشددين منذ سنوات، ولكن الهجمات التي تستهدف سائحين غير مألوفة بالمنطقة.